يا دولة مالك يا عم، عمال تنفق كده ليه؟ هتطير التماثيل. انت مالك، انت مالك، انت كل حاجه تقشر نفسك فيها. وبعدين لو انت عايز تعرف ايه اللي مضايقني، مش هقول لك يا رمزي، مش هقول لك ان ماما اتخانقت مع حماتي ومع رانيا. انا حر، مش عايز اقول لك يا اخي انا حر. خلاص يا دولة انت حر يا عم، انت حر براحتك. لا مش عايز يا عم اعرف ايه اللي مضايقك. تعرف انا يا رمزي، انا بجد ساعات بحسدك على الغباوة اللي انت فيها دي. بتمنى ان انا في وقت من الاوقات يكون عندي عشر غباوتك بس. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. انا عارف ادول، عارفك من وين احنا صغنططين، عمال تحسدني في كل حاجة. بس انا اعمل ايه بقى؟ انت ابن عمي بقى وانا ابن خالتك وانت شغال معايا، هعمل ايه؟ هستحملك. والله متشكر قوي، يعني متشكر على الواجب اللي انت عامله معايا. مشكلة بقى في ماما، يعني هي ردود افعالها بس هي اللي بتبقى عصبية، لكن هي والله طيبة، يعني بجد ما بتبقاش قصدها انها تتنرفز او قصدها انها تزعل حد، بس اهو ده اللي بيحصل يعني. انا عارف يا دولة، وانت لازم كمان تعذرها على كده هون. يعني الست والدتك دي يا دولة ست يعني استهزائية. استهزائية؟ ده ايه الكلمة العجيبة دي؟ يعني استهزائية دي تعتبر شتيمة ولا مدح ولا ايه؟ قول لي يا عبقري قصدك ايه يعني؟ أنا هقول لك يا دولة، أنا قصدي استهزائية بالمعنى الحلو، يعني إن هي بتحب تهزئ الناس. طب أنت فاكر يا دولة لما هزقتك وقالت لك يا جعر؟ ايه هزقتني دي؟ لا طبعًا مش فاكر، بس فاكر بقى رمزي كويس قوي لما هزقتك أنت وقالت لك اطلع بره البيت يا كلب، واوعى ترجع تاني، ومالكش دعوه بعادل، وارجع بلدكوا يا رمزي، ارجع بلدكوا يا ابني. على فكره بقى دولة، الحاجات دي كلها ما فيهاش اي حاجه وما تزعلش اصلا، يعني دي ست طيبه يا دولة، والله العظيم ست طيبه، ولو اديتني بالجزمه انا مش هزعل. انت بتقول فيها والله يا ابني طيبه، طيبه جدا يا عم. ولا طيبه ولا نيله. انت بتبرطم بتقول يلا. لا ما ببرطمش يا دولة. بتبرطم بتقول ايه؟ بقول هي لو اديتني بالجزمه انا مش هزعل. ما انت لسه قايلها، ولا انت غاوي تتضرب بالجزمه يا جزمه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شفتها كانت عايشه مع ده، عايز اعصابها تبقى عامله ازاي؟ شفت يا عادل؟ شفتوا من طيعة عملت معايا ايه؟ لعبت معايا الدنيئة. لعبة الدنيئة؟ ما هو وضع طبيعي انها تلعب الدنيئة، يعني عايز من طيعة تلعب ايه؟ تلعب تنس؟ تلعب راكت؟ من طيعة خلعتني يا عادل. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا إيه، 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 ايه الصدمات اللي ورا بعض دي؟ انت عارف يعني ايه خلعته اصلا؟ يا دولة الكلمة دي انا دولة عندنا في البلد يعني خضتني. بالك لما امي راحت استخبت في الدوره من ابويا 4 ايام، وبعدين لقيته معدي كده، وقامت طلعت له من الدوره وقالت له بخ، قال لها ايه ده خلعتيني انت طالق فين؟ ايه يا اخوانا، ما تخلعونا من القصه دي. اخلعونا من القصه ده، واضح ان انت ادمنت الخلع قوي يا بابا. يا عادل، بعد ما غررت بامك، وبعد ما شردت ولادي، وبعد ما بطلت الشيشه اتخلع. معلش يا بابا، ما انت برضو يعني ظلمت ناس كتير كما تدين تدان. اعمل ايه بس؟ وانا كنت عملت ايه في دنيتي يا رب عشان يحصل فيها اللي بيحصل ده يا رب؟ بص يا خال، انت تعمل معاها زي ما ابويا عمل مع امي بعد ما خلعته، تطلقها. فهتكون هي بقى تعمل معاك زي ما امي عملت مع ابويا بعد ما طلقها. هتروح بقى في البلد كلها وتعمل اشاعه ان هي ايه، هتتجوز الواد جليطه المزين. فابويا راح بقى عمل ايه؟ هنفضل نقديها رغي ولا ايه؟ انا مالي دلوقتي في مشكله ابوك وامك دلوقتي، خلينا في مشكله ابويا. كمل يا بابا. لا لا لا، استنى استنى، انا ما اعرفش الحكايه دي. ايه حصل ايه؟ راح بقى ابويا سرق المكنه بتاعه القص بتاعه الواد جليطه، فالبلد كلها بقى شعرهم طول قوي. برضه بترغي؟ برضه بترغي؟ قلت لك عايز اسمع بابا. كمل يا بابا. لا لا لا، استنى يا عادل، انا لازم اعرف اخويا عمل ايه. ايه هيقعد يقطعنا ولا ايه؟ لا كمل قول. الناس بقى خالف الفتره دي من الزمن سمونا بلد الخواجات. ليه بقى؟ لان احنا كلنا شعرنا طويل واصفر. يا سلام، يعني شعركوا طويل عشان ابوك سرق المكنه بتاعت الحلاقه. اصفر منين؟ وده شكل خواجه ولا ده شكل بس يلا بس بابا انت تقعد تسمع الهبل ده يا بابا. كمل لو سمحت يا بابا، عايز افهم بقى ايه اللي حصل. معلش معلش، انا هضطر اسفا متاسفا ان انا اهبط عليك واجرش عندك يومين ثلاثة اربعة خمسة. بابا انا لو عليا مفيش مشكلة، بس المشكلة ان في ناس كتير لازم اخد رأيهم. يعني ايه يا خالي بقى ده صح؟ يعني انت لسه هتقعد تقول له اسفا متاسففا؟ ده حضرتك تأمره وهو يطيعك وراسه فوق رجليه. راسه فوق رجليه؟ طب ما ده وضع طبيعي يا ابن البني ادم، راسه بتبقى فوق ورجليه بتبقى تحت. ايه الجديد اللي انت قلته يعني؟ اصبر 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 بابا. معلش يا بابا، ممكن تسبقني انت وانا لما اجي لك نتناقش الموضوع ده؟ حاضر يا ابني. ماشي، مع السلامه بابا. مع السلامه. مع السلامه يا خالي. ولا يا رمزي،
انت عارف انا الفترة اللي فاتت دي كلها برغم غباوتك وبرغم خسايرك اللي انت بتسببها لي ما طردتكش ليه؟ عارف طبعا يا دولة، وانت المفروض تحمد ربنا على النعمة اللي في ايدك ده، هي علشان طبعا حكمتي. طبعا طبعا انت طول عمرك حكيم يا رمزي. انا صراحة محافظ عليك ان هو في البازار عشان لما الاقي نفسي متنرفز وعندي طاقة هتنفجر اقوم مفجرها فيك. اقلع الجزمة يا ليه يا دولة انت متنرفز؟ اقلع الجزمة يا انا ربنا بيحبني في اليوم اللي بتخلص فيه من منطع الوطية ربنا بيرزقني بانعام طبخالي طبيخ اخر حلاوة واضح يا نعناعة ان القدر لسه ما قالش كلمته الاخيرة. العمار بيد الله يا سعيد. اوكي انا ملاحظة ان حضرتك دقت كل الحاجات ما عدا الكول سلو على الرغم انه هيعجبك جدا. معلش اصل ما باكلش المسلوق ده. مسلوق؟ طيب حياتك بقى براحتك بقى، انا داخلة اوضتي. ماما 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 بابا بيلغيكي. وانا لغيها من حياتي خالص. لا يا حبيبتي ده شكله جاي كده ناوي على بياتان. ازاي بقى يو ار اوفر كام هيم بقى ومش هتخليه انه بقى ايه يجي جنبي ان افويد هيم. والله لو اتحبسنا في ام واحد ان شاء الله ربنا هيقربنا من بعض ونتحبس انا وانت في ام واحد. لا يا بابا لا لا مالكش حق، اخص عليك يا بابا. ماما في ام ماما اقل من ثلاث اوض وصاله ما يلزمهاش يا بابا. منين يا حسره؟ ما هي قشطته ورمته. نو نو انعام ما تبقيش اوفر كده في طلباتك، ما تبقيش زي الناس الطمعانين اللي عايزين يستغلوا الجوازات ويعرفوا ناس شباب كده هون علشان يسطروهم. بابا ده منظر حد عايز يتسطر. هما الغبيين كده لما تيجي تنصحيهم هما يتقلبوا عليكي. مجيده أني الأوان تنقطينا بسكاتك وتقومي تاخدي حمام الساليزون بتاعك، لأن الساليزون لو اتساب أكتر من كده هيبرد ويجلد ويترمي في الزبالة. تصوري بجد بجد أنت فكرتنيني خالص بقى، لأن الزبال اتحرق. حم أنا عام أني الأوان أسيبك لوحدك أنت وبابا عشان تاخدوا راحتكم في كل حاجة يا ماما، وإن شاء الله ربنا يوفقك. ها ماما ما تتعصبيش على بابا. ها ماما دي اخر فرصه ليكي. انعام. نعم. انا عارف ان انا راجل منفر وانا عارف ان انا عملت معاكي حاجات مش كويسه. بس انا طمعان في برام قلبك الواسع انك تغفري لي وتسامحيني. انت عايز ايه دلوقتي؟ يعني لو قلتي لي امشي هتعمل ايه يعني؟ هسترجاكي ان انا ما امشيش، لو قلتي لي غور هتنح وما اقورش، لو قلتي لي اقعد لغايه لما عودتك تتفك هتنجعس وتقعد ومش هتمشي ولو بالطبل البلدي. بذمتك ما وحشتكيش ايامنا الحلوه. لا من فضلك لو سمحت انت ما تبقاليش حاجه عشان تغازلني وتسبلي وتدلعني. اسمع يا غزال الجنين انت، انا ما عملتش حاجه، انا غلطت مره وخدت جزاتي، مش ممكن اواقب عليها طول حياتي. انا ما قتلتش. لا قتلت مشاعري ودبحت احاسيسي. انت هتلبسيني تهمه؟ انا ماشي. لا استنى ما تمشيش، قصدي ما تستناش ولا حاجه. نعم نعم لا نعم 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 عايز ايه بس؟ لا 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 اسمعيني. لا اسمعيني. لا لا لو سمحت. لا 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 مين خيانه ومين ماما ومع مين؟ مع بابا وفين؟ في الصالة على السجادة جنب الكنبة. يعني هتعقدوني هتعملوا له عقدة؟ يعني حرام عليك، دي خيانة مزدوجة. يا ماما مش قلت لك في الباب المفتاح؟ بس يا بنت قلت أدب بس. مالك يا عادل في إيه؟ فضيحة يا حماتي، فضيحة فضيحة. عادل عادل أبوس إيدك يا ابني، ما تفضحنيش، أنا راجل لسه مخلوع مش حمل فضيحة ولا مفضوح جاهز. إيه في إيه؟ في إيه؟ بقول لكم لو أنا وهو في أم واحد. يا سلام يا واد يا واد، ام فعلا يا تحت الساهدة واهي. ها انا مش عايزاه، انا مش طايقاه، ما تقعدوش معايا وانت كده عامله زي التعبانات وعماله تدحلبيله. تدحلبيله؟ يا نهار ابيض يا ماما، معلش يا بابا انا ظلمتك. ايه يا عادل انت بتتصنت على باباك يا عادل؟ ايه ايه قاعد مع ماما، وطبعا انا وضع طبيعي ان انا غيره وانا مش راجل ولا ايه؟ عادل امك تقدر تدافع عن نفسها كأنثى شمطاء.
ايه ده ايه ده ايه ده؟ انسه شنطاء لو سمحتي، احترمي نفسك، ما تقوليش على ماما انسه. عادل على فكره، لا لا لا، اليومين دول انت في تصرفاتك فيها رعونه بالغه، لعلمك يا بابا دول امك وابوك. ايوه امي وابويا، وقاعدين لوحديهم بره في الصاله. وبعدين لعلمك بقى رانيا زي ما انت عارفه الشيطان شاطر. اه شاطر، بس مش اشطر مننا يا بيبي. مش اشطر مننا يعني ايه؟ يعني بيروح المدرسه الصبح عننا بدري؟ لا يا حبيبي، ابوك لازم يمشي ويسيب البيت فورا. ايوه ما انا عارف كده، بس لعلمك بقى انا فكرت بجد جديا يعني ان انا مثلا اشوف له اوضه في اي فندق نجمه ونص. هو رقصني يا جدع على واحده ونص. ايه ده ايه ده ايه ده؟ بتتريق عليا يعني عشان بابا متجوز رقصها تقولي لي على واحده ونص؟ ماشي ماشي يا رانيا، هو ده مفروض في تعاون بين الزوج وزوجته، تقولي لي مثلا على اي حل بدل ما انت بتتريق عليا. هو انت فاكرني مش مضروره من الموضوع ده ولا ايه؟ وبعدين انا سبق وقلت لك حلول قبل كده. ايوه بس قلتي لي 7000 حل، قولي لي حل واحد بس يقنعني يعني يا رانيا. اوكي انا شايفه ان انت تروح وتكلم منتعي وتبوس رجليها عشان ترجع ابوك. واضح ان انا ما قداميش غير الحل ده. اتأخرت المشكلة بقى كمان ان انا سايبهم لوحديهم. ايه يا دولا انت واقف على محطة اتوبيس يا عم وتأخرت؟ اتأخرت ايه ده يا دولا كده هون؟ وحط عقلك في راسك تعرف خلاصك. احط عقلي في راسي؟ يا سلام، ده ايه النصائح الجميلة؟ وانت على كده بقى حضرتك بتحط عقلك فين؟ يمكن استفيد احط عقلي في نفس المكان اللي انت بتحط عقلك فيه. اقول لك يا دولا، العقل زينة في الباترينا. يعني انت بتحط عقلك في الباترينا، يعني بتتعامل مع عقلك انه جزمه يعني. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ من بعد ما عندهم. عندي مين ياض؟ ده انا اللي بكلمك ياض، اسمها بعد ما عند بقى. ولا اسكت اسكت خالص. ها يا دوما نو نو. نعم، عايز ايه يا خلفه الندامه؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، يا سلام الاستاذه سلوى منطعي، نورت البازار. اتفضلي حضرتك، اتفضلي حضرتك. ولا رمزي روح هات حاجه ساقعه للهانم تشربها، ولا اقول لك روح هات لها شقتين فوليات. لا ما هو شقتين اتاجروا يا دوله بقى. مش ناقص الراوتر. بص انا محطوط تحت ضغط، ممكن انفجر فيك في اي وقت، ممكن ارزعك قلمين على قفاك. لا يا دوله، اسمهم قفايين على قفايا، القلم ده بيبقى على الوش يا دوله. ما انت خبره طبعا خبره. امشي من قدامي دلوقتي. خلصني يا حبيبي منك ليه؟ ورايا نمره. ايه ده، هو حضرتك رجعتي ترعشي تاني يعني؟ ارعش ارعش. طب ده انا لما برعش وهز وستي الرجاله في الكباري ما اقولكش ما اقولكش. اوعى يالا لا تتكهرب يالا. يبقى انا عرفت بقى سبب الخلاف اللي بينك وبين بابا. اكيد مثلا بابا رفض انك انت ترجعي تشتغلي رقاصه تاني. عفوا يا حبيبي، ده مين ده؟ ده هو اللي ماسك لي الفرقه وخلاني مشيت الواد مقسوم الطبال. طب ومقسوم دون يعني كان مقسوم على حتتين ولا على ثلاث حتت؟ هاو 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 يا ودب خفيف، يا برص الحيطان، يا فارغ غيطان، يا قفة من غير ويدان وشابر. طب دول انا هستأذن بقى، انا دول عشان مستعجل قوي دول. يلا. والله العظيم انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي، ده انا بقالي سنين بحاول اطرد ومش عارف. ده حضرتك بس بتاعت العرقسوس دي يعني جردتيها يعني. طب بالمره بقى ليا طلب تاني، يا ريت يا ريت ترجعي بابا. لا يا حبيبي، ابوك سرقني، اخد فلوسي وفلوس الفرقه وراح لعب بيهم قمار مع البنت سحر الدواره. سحر الدواره؟ وبعدين سلطت عليه 2 بلطجيه رقعوا لي علقه الماتشينه، قام قابب بالألف جنيه فلوسي وفلوس الفرقه. انما لما عملها تاني صعب عليا، قلت ابدا ما حد يمد ايده عليه غيري، وتركته وحيدا. تركتيه وحيدا يعني؟ والله انا مش عارف اقول لحضرتك ايه يعني، بس هي المشكله عنده بابا. بابا هو السبب ان هو مشي ورا واحده واطيه كده. هي مين جيل واتش يا استاذ عادل؟ الاستاذه اللي هي سحر الدواره يعني. وانت فاكره ان حضرتك انا اقول عليكي واطيه؟ لا حضرتك عاليه ما شاء الله وحمراء وكله يعني. اهلا وسهلا. احسب يبقى انا بقى كده عندي الغلط ولا عند ابوك الواتشي؟ لا هو صراحه الغلط كده عند ماما وهي بتدفع الثمن بقى. طيب اي خدمات مني؟ معلش عشان عندي فقره. طب استاذه سلوى يعني معلش انا اسف، حضرتك ينفع ترجعي بابا وانا الفلوس اللي خدها منك مستعد ارجعها لك؟
لا ما ينفعش اعذرني يا استاذ عادل، هيسرقني تاني. ما انت لازم تحرصي، ما انت سرقتي اولاني، خلي بالك ما تحطيش فلوس قدامه، بس اهم حاجه يبقى معاكي راجل وضل راجل برضه. رأي؟ رأي؟ راجل؟ هو ابوك ده راجل؟ ده ابوك ده كوم قش. لا لو سمحتي بقى، انا ما اسمحش ان انت تغلطي في بابا ابقى ولعلمك بقى، بابا هيرجع لماما خلاص. لا ده احنا محتاجينه، انا محتاجاه والفرقه محتاجاه والطبلة. لا انا بس كده يعني. اما كنت بتعملي فيه كده ليه يعني؟ قرصه ودن شاده كده يعني يومين ثلاثه وهرجعه. والله مش عارف، انا اصلي ملاحظ ان في الفتره الاخيره بابا متمسك بماما قوي يعني، مش قادر يستغنى عنها وماما برضو، بس يعني هعمل ايه، هحاول اخليه يرجع لك، احاول. مش هيحصل ابدا ابدا ابدا، زي ما طلقتني تيجي ورجليها فوق رقبتها وتردني تاني. انا مش رميه يعني، انا ما عنديش حد يسال عليا ولا ايه؟ يا بابا لعلمك يعني انت طبعا لا سمح الله اي واحده تتمناك طبعا يا بابا. امال ايه؟ امال ايه يعني؟ امال ايه؟ لا ولا حاجه، انا بس عايز اسالك سؤال يا بابا. يعني هي سلوى منطيع اللي خلعتك دي، معلش يعني يا بابا، هي مش كانت صاحبه سناء بنتك؟ ايوه، وانا اخترتها من بين صحابها كلها. طيب هي مش كانت شغالة مدرسة؟ ايه اللي بقى شغالها رقاصة يعني يا بابا؟ دي كانت مدرسة تربية فنية، فنية بس مفيش حد بياخد دروس خصوصية في الرسم، فانت قلت بقى تشغلها رقاصة عشان تكسب من وراها كتير يعني. اكسب ايه؟ طب تصدق بالله يا ابني، والله بيعدي علينا بالثلاث ايام ما بنلاقيش المزة. يا بابا بتلاقوش المزة يعني؟ بجد هتصعب عليا والله، ده انا ممكن ما بتلاقوش المزة. بابا انا عايز اقول لك على حاجة بس يا بابا، معلش يا بابا، انا كان نفسي في وقت من الاوقات يعني ان انا اقف كده في الشارع مع اصحابي ونبص عليك واقول لهم الراجل اللي واقف هناك ده ابويا، افتخر بيك يا بابا. هو انت عندك صحاب؟ لا. طب خلاص يا اخي قلب دماغي ليه من الصبح. بص يا عمو، ما هو حضرتك مش كده، اول ما هي هتيجي هتقوم حياتك بقى ايه كده مدلوق وبتاع؟ لا لازم يبقى في كرامه بقى كده وقوه وصلابه، علشان هي بقى مش اول ما تيجي تقول لك يلا تروح معاها وتستحلاها بقى وتستقوى عليك. ليه؟ ماليش اهل؟ ما ورايش رجاله؟ لا ما وراكش يا بابا، وبعدين تقعد هنا ليه دلوقتي؟ مستني الموقع الكبرى مع منطعي. بابا انا من رايي يا بابا ان انت وقت ما هي تيجي انت ما تبقاش موجود خالص. احنا نقعد نتكلم معاها ونتفاهم معاها ونقدم لها شروطنا، لو وافقت عليها ساعتها تخرج وتقعد معاها. ايه يا عادل، انت ناسي انها لما تيجي لازم نجيبها ونكتبها قايمه كده ونخليها تمضي عليها؟ قايمه دي بس انت بتقول اي كلام وخلاص، القايمه دي الراجل اللي بيكتبها مش الست. قومي يا بنت، قومي يا سراء خالص، قومي انت. بابا هيورطك، كان نافع نفسه. مالكيش دعوه، مالكيش دعوه. بابا بجد يا بابا انا رايي ده راي مهم جدا، وبعدين انت يا بابا لازم يكون عندك فعلا كبرياء، ما ينفعش تقابلها كده بسهوله يعني. يعني ده رايك؟ ايوه بابا. وبعدين في حاجه تانية، لو انت احتجت فلوس في 100 طريقه تجيب بيها فلوس، لكن ما تاخدش الفلوس بتاعت الفرقه يا بابا. وش معنى الفرقه تاخد الفلوس دي كلها؟ اولا ده انا اكتر واحد بيضحي مراتي وبترقص قدام رجاله، مش دي تضحيه؟ لا فعلا ونعم التضحيه. انا مش عارف والله بجد مصر من غيرك كانت هتعمل ايه. انت كل يوم يا بابا ما شاء الله بتديني خبرات، ايه الحلاوه دي؟ عادل لو سمحت ما تتريقش، لان عمل المراه ليس عار. طبعا مش عار، عمل المراه ده شيء طبيعي، بس انت بتفكري ان انت تنزلي تضربي لك وسطين ولا ايه؟ ليه يا بيبي هنزل اضرب حد ما عمليش حاجه في الشارع ليه يعني؟ ما كانش يبان عليك انك عديم الرجوله، انا كنت عارفه انك انت مش جدع، لكن مستواك يبقى واطي وتتجوز رقاصه وتمسك لها الفرقه يا هجاص. مالها دي ومال الرجوله؟ واحد وبيحافظ على مصالح مراته زي اي راجل شهم. بس ما تقولش راجل، زي اي شهم. فعلا الواحد ما يعرفش الخير فين. قال كنت ناوي ارجع له، لا عشان هو صعب عليا وخلاص بقى. على فهم انت راجل واطي وهتعيش طول عمرك واطي. اوعى تقولي واطي، انا دماغي عاليه فوق فوق. فوق فين؟ عند خزان الميه يا شيخ تلهي. ده أنا على السن ده مفيش واحدة تستعصى عليا، ده أنا في. ده ممكن تكون هي. مين؟ منطعي. منطعي؟ لا. طب أنا أروح فين دلوقتي؟ خش تحت الكنبة يا أخوي. خليك أنت بقى، خليك، ما تقلقش، ما تقلقش، ما تقلقش. صباح الصباح، واللي جاي أحلى من اللي راح، اشرب من الإزازة عشان تبقى طازة. خليك فريش عشان وشك ما يكسرش.
تكرمش اوعي يا موزه وسع يا موزه اقعد جنب حبيب قلبي سيع قشطه. لا انا زعلان منك. اخص عليك ليه سيع؟ اخص عليك. خد خد ده انا جايب لك حاجه حلوه. اضرب البرشامه دي عشان تنزل تلم الكيت وتاكل الكتاكيت. قشطه. زعلان منك زعلان منك سيعة. عشان انت المره اللي فاتت سبت الواد رقه يديني بالقانون فوق دماغي. سيعة اخس عليك. انسى اللي فات بقى. ده انا محضره لك فيلمين كده بس عشان المراهقين قاعدين. بجد؟ ايه الفيلم الاولاني اتجوزني من فضلك، التاني طلقني حرام عليك. وجايبه لك نص بطيخه وربع جبنه وطمن زيتون والحلاوه بعدين. الله بحبك بموت فيك، مش عشان عينيك الحلو وصوتك المجلجل، لا عشان حنية قلبك. أخن أخن ضربتني في الثغرة، عارف الثغرة؟ هاي يا دريتشي. لا يا جماعة ما دام الحكاية وصلت للثغرة فمتهيألي بقى تتكلوا على الله يا بابا وجات لك لغاية عندك وصلحتك وروحي على بيتكوا. يلا يا بابا. متشكرة متشكرة يا ابن جوزي يا حنين يا اختي. يا عيني يا بابا. يا ماما هي زعلانه ولا ايه يا ماما؟ ليه وهزعل ليه؟ على فكره يا ماما بابا ده انا ما اتمنهوش ليكي، يعني هو برغم ان هو بابا بس انت تستاهلي حد احسن من كده. انا بحلم لك بعريس احسن من كده بكتير يا ماما. يا حبيبي انا ما بفكرش في الجواز خالص، ده انتوا مالين عليا الدنيا. ربنا يخليكي لينا يا ماما. ايه اللي بتحلمهولي بقى شكله ايه؟